عرف الذهب أنه زينة وخزينة، كونه يضفي بهجة وإشراقا على المرأة ومنظرها، ويتعدد استخدامه بحسب المناسبات والمواسم. ويعد رمضان شهرا منعشا لأسواق الذهب بيعا وشراء. أكثر النساء يزكون الذهب في رمضان بشكل عام، فكلما جاء رمضان تبدأ أهل الزكوات تتوافد المحلات الذهب والمجوهرات، ويوزنوا الذهب ويطلعوا زكاة ذهبهم. ما شاء الله تبارك الله، إقبال في شهر رمضان في هذا الشهر بالذات إقبال جدا جدا عالي، حتى نسبة مبيعاتنا وصلت تعدد 800,000 من بداية رمضان، ولو أن الذهب مرتفع ولكن إقبالية على البيع والشراء نسبة واحدة وجيدة جدا ما شاء الله تبارك الله. من بداية الشهر الفضيل لاحظنا قوة شرائية من أهالي الأحساء وخارج أهالي الأحساء من دول الخليج طبعا على اقتناء الذهب وشرائه، واللي ما جاه الله يربي حيه. لكل امرأة أسبابها التي تحفزها لزيارة السوق المكتظ بالنساء، ومهما اختلفت تلك الأسباب إلا أن الهدف واحد، والزائر لمحل الذهب يلحظ الإقبال المتزايد خلال الشهر الفضيل. طبعاً أنا جاية اليوم سوق الذهب، بما أن الذهب عشق النساء فعندنا إن شاء الله مناسبات جاية، عندنا نص رمضان القرقيعان وعندنا مناسبات العيد، فشي لابد منه نجي ونشترينا كذا قطعة ذهب. يحتفظ الذهب بمكانته التي اكتسبها داخل مناسبات واحتفالات، فيما لا يرتبط الذهب عند المرأة السعودية بالزينة فقط، بل هو ملجأ آمن لأزماتها الاقتصادية.